دخلت النادي اول شيء من اخوي ابوي معاه بالنادي. دخلت النادي كنت مهاجم، وبعدين كابتن عيد سافج خلاني حارس، رديت لاعب، رديت حارس، والحين مركزي حراسة مرمى. اول شيء كنا نلعب لعب سكة، بعدين قاعد اشوف جيراننا اللي قدامنا ابوهم يدرب، بعدين قاعد يشوفنا احنا قاعد يقول ليش ما تدشون نادي الشباب. بعدين جيت وقعدت اتكلم ابوي دخلني نادي الشباب، دخلني نادي الشباب، بعدين دخلني. هذه هي القصة. صراحة مبدئيا ما كنت راح ادخل نادي الشباب، كنت اطمح لنوادي ثانية، مو استنقاص بنادي الشباب، لا نادي الشباب زين، بس ما كان عندي وسيلة التوصيل انها توديني مثلا نوادي برا كيفان ولا حولي. فرحت النادي الشباب يوم يومين، شالي باص، قعدت فيه يمكن الأكثر من حوالي 3 سنين واستمريت معهم. أنا كلموني لما كنت أدخل مع المدرسة، كلموني ألعب قوة، بس أبوي قال ما يصلح ألعب قوة، إن أنت مركزك حارس مرمى، تروح حق مكان ثاني، ركز على مكان ثابت حارس مرمى، خليك على حارس مرمى. كلامها من أول ما ولدت كانت هوايتي كرة القدم، يعني التزمت فيها. غير كرة القدم كنت حارس مرمى الكرة اليد. جربت ألعاب قوة، بس أنا شفت إن مركزي حارس مرمى، ما في شيء ثاني، عشان أركز بالحراسة أكثر. أول شيء كنت أطمح بكل أمان إني ألعب مهاجم، بس بعدين الكابتن معوض مصري خلاني ألعب دائما قلب دفاع قلب دفاع، بعدين حبيت المركز هذا وقعدت أتعلم منه، كل ما كبرت أتعلم منه أشياء أكثر، بعدين ثبت على مركز واحد. والله كانت بطولة مدرسية بالابتدائي، جتني معلمة قالت نبيك معانا، طبعا ما كان هذا جسمي، كان كنت يعني شوي أعرض، وصرت حارس مرمى لكرة اليد، طبعا سنتين بس وطلعت. أنا من أول ما انولدت أنا أحب كرة القدم، أنا كنت لاعب سابقا، بعدين أخوي تركي شراكي كان حارس، فرديت صرت حارس نفسه، صرت لاعب وركزت على حراسة المرمى. أنا واثق من نفسي إني راح أحقق إن شاء الله أشياء كبيرة، فكملت فيها يعني ثقة بالنفس. لا كنت ماشي، بس يعني مكاني الثابت يعني حارس مرمى. كنت ماشي فيها سنتين بطولات مدرسية، حتى يعني ما كنت ذاك المستوى الزين، فكنت أشوف نفسي حارس مرمى كرة قدم أفضل من كرة اليد، فمشيت مع اللي أنا زين فيه. لياقة أكثر، بس هم من كرة القدم يعني فيها لياقة، أنت كنت تكون واثق بنفسك أنك أنت راح تطلع بأحسن صورة. والله دافع من أبوي والكباتن وربعي كلهم، هو اللي أعطاني الحافز أني أركز بحراسة المرمى أكثر. هي تقدر تقولناها بالفطرة، أن الوالد كان حارس وأنا حارس مرمى، واستمرارية اللعبة، انك كل يوم تروح التمرين، ساعات تصج انك تكيسه لا تروح، بس تحفز نفسك. طموحي اني احترف برا ان شاء الله. كان طموحي مهاجم، لعبت مهاجم، بعدين كابتن معوض رجعني قلب، بعدين رديت ظهير مع كابتن عبد الله فيتشاوي، بعدين رديت قلب مع كابتن فيصل. مع المنتخب الاول ان شاء الله. اهم شيء الاصرار. وثاني شيء يعني خليك دائما متفائل. تركز على الكورة. توقف وقفتك، تكون واثق من نفسك بس، وتاخذ الوقت المناسب انك تخلص الكورة بس.
اول شيء ان الكره ما راح تذبحه، هذه كره قدم. فانا كنت اخاف نفس اللاعبين الباقيين، كنت اخاف من الكره، كنت مهاجم طبعا، رحت حراسه مرمى اخاف من الكره يعني بشكل قوي. بعدين اخوي اعطاني نصايح ويشوت علي بالبيت، فمع الايام ما اخذت من الكره الحمد لله. الاسم الناس تشوفه دائما مهاجم، يعني هذا من افضل لاعب، دائما يقول مهاجم 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 مهاجم، فانا دائما حاط براسي اني انا اكون الاسم الاول بفريق، فعشان كذا رحت مهاجم حارس مرمى. بس بعدها الكابتن ردي دفاع، حتى ما كنت مقتنع بالدفاع. ما في فريق بالعالم ما عنده حارس زين، بدون حراسة المرمى الفريق ما يمشي، لأن دائما الحارس الزين يكون نص الفريق. طبعا مع استمرارية تمرينك وأنك تكون زين تشيل فريقك، بيكون اسمك الأول مع المهاجم مع المدافع، أنت من ضمنهم يعني من الأوائل بالفريق وبتمشي. ما هذه مع التمارين كابتن تطورني، بعدين قاعد تقدم مستوى رائع، بعدين أخذت ثقة بنفسي وإني أنا زين بهالمركز. إيه رحت معسكر تركيا مع أكاديمية سبورتي، وبس هذا اللي شاركته صراحة. رحت معسكر واحد مكان معسكر داخلي بالنادي نفسه. معسكرات داخلية ويا نادي الشباب أجواء مهمة صراحة المعسكرات، يعني أي لاعب اللي ما راح معسكرات أنصح يروح معسكرات، حياة ثانية، حياة اللاعبين اللي ورا هناك. كمان التزام كان مميز، رحنا استمتعنا، بس تمرنا ردينا. يزيد تنظيمك، يزيد فعاليتك مع الفريق، تعرفون على بعض، يعني في لاعب جديد لاعب زين جديد، تقدم مع بعض، تنظمون نفسكم وتمرنون، تزيد التمارين. مثلا كنا نتمرن بس بالليل، تمرنا بالمعسكر ظهر عصر وبالليل بعد، ثلاث تمارين باليوم. تدريبات ولا تدريبات واجد من كباتن واجد، مريت على كل كباتن انواع التمارين، فاستفدت من كل مدرب التمارين. لازم تكون واثق من نفسك، لازم تحط لك هدف، لازم تحط لك هدف انك انت راح تكون من افضل اللاعبين. فاذا كنت واثق من نفسك مع الاصرار والعزيمه مع التمارين الواجد، راح تقعدهم هم احتياط تكون الاسم الاول بالفريق فوق المهاجم. بعد اذا كان عنده حلم يصبر يحفز نفسه ويتمرن مع استمراريه التمرين، وانك تكون زين واثق من نفسك. مثل الأعلى قدوتي يعني نواف الخالدي. مثل الأعلى خارجياً سيخي راموس. محلياً حالياً خالد الرشيدي. خارجياً نوير. خارجي برشلونة. برا الكويت ريال مدريد. خارجياً ريال مدريد، محلياً القادسية. تعلمت التكنيك يعني مثلاً وانت رايح الكورة، ولا التركيز على كل شيء تعلمت. تطورت فيني والله بكلامان أشياء واجد، نفس لعبي، نفس العزيمة والإصرار، الثقة بالنفس، الجسم. الضعيف كنت ما أعرف أشوت، ما كنت أوصل ركلات مرمى، كنت سيء، الحين ما شاء الله توصل الحين كوري. وكان جسمي سيء، تعدل جسمي من النادي، واكتسبت بمهارات بحراسة المرمى الحمد لله ماشي فيها الحين. نصيحتي للشباب يشوف مركزه، يعني اللي هو يبيه، لا يشوف أي واحد ثاني. يعني الحين انا حارس مرمى ما اشوف واحد يلعب سله ولا اشوف اي واحد ثاني، اشوف اركز على يعني الطموح اللي عندي، ويركز حراسه المرمى شيء عند الاصرار والحافز من الاهل، ويترك عنا السؤال في الباقيه. نصيحتي للشباب انهم يشدون حيلهم المواسم الجايه ان شاء الله، اتمنى لهم الافضل. انصح الشباب بانه يتمرن حتى ولو كنت سيء، مع استمرار التمرين بتبني نفسك وبتكون افضل لاعب باذن الله.